السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي ومتتبعات قناة فن وأنتيك. أولا أرحب بكم ومساءكم طيب. موضوع اليوم بحول الله هو حول الكريستال، حول مادة الكريستال. أولا أعطي تعريف مختصر حول مادة الكريستال، يعني الكريستال أو الزجاج الرصاصي، فهو عبارة عن كوارتز ليس له لون ويكون شفاف بدرجة كبيرة، ويطلق عليه زجاج الصودا أو الرصاص، يعكس الضوء المسلط عليه بعكس الزجاج العادي. بالنسبة لأنواع الكريستال، منها ما هو ملون ومنها المشبوك بالذهب والفضة، ومنها ما هو منحوت ومنقوش. وعندما نقوم بطرق الكريستال نسمع رنين، وكذلك من صفات الكريستال يعني إذا وضعناه تحت مصدر ضوئي نرى انعكاس لون الطيف. أصدقائي صديقاتي، تنقدم لكم مجموعة من التحف من المقتنيات من مادة الكريستال. أقدم لكم هذه التحفة الرائعة كما ترون، تحفة جميلة جدا، عبارة عن منظر طبيعي البطة ومطة صغيرة. كذلك هذه التحفة الصغيرة التروفية، وكما ترون أن الكريستال شفاف جدا وليس له لون. بالنسبة لهذه التحفة فهو كأس يعني، وهذا اللون هو اللون الذهبي، ماء الذهب. هذا كريستال ملون أخضر وأحمر. وكما سبق للذكر أن الكريستال من ميزته عندما نطرقه بالأصبع نسمع رنين كما تسمعون أصدقائي. هذه مجموعة من التحف من مادة الكريستال والفضة، اللوسوتاس فهو فرنسي الأصل، يعني يوجد فيه طابع هنا كما تلاحظون. مجموعة كذلك من التحف الرائعة، مثلا هذا الكأس الجميل المنقوش كما ترون هنا، كأس جميل ورائع، تحفة إسبانيولية، تحمل طابع إسبانيولي هنا في هذا المكان. هذه القنينة الجميلة كذلك هي من مادة الكريستال الرائع كما تلاحظون، فيوجد فيها طابع للفضة هنا. تسعمائة وخمسة وعشرين ستيلين. هذا الكأس الرائع، يعني مادة الكريستال هي مادة قيمة وتثير انتباه الإنسان منذ زمان، إلا أن بالنسبة للكريستال يعني تدو موضة كما نقولون، فكان في الثلاثينات ومن القرن الماضي كان يعتبر مادة فاخرة، لكن الآن نقص بعض الاهتمام لهذه المادة وأصبح من الأنتيك. وأصدقائي صديقاتي، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم ولو بالقليل، فإلى شريط جديد أتمنى لكم كل ما هو جميل. مع السلامة.